معانا الأستاذ عماد من السويس. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله حضرتك بس سؤال، أنا كنت قلت لمراتي غصب عني كده، كان في وقت عصب، قلت لها طلعت غصب عني والله، تحرمي عليا اليوم الدين. قلت لزوجتك يعني؟ آه. كان قصدك إيه؟ ما كانش في نيتي حاجة والله، والله ما كانش في نيتي حاجة. طب دي أول مرة تقول لها كده؟ آه دي أول مرة. أول مرة تقول أي حاجة ليها علاقة بالطلاق؟ آه أول مرة. طب في أي حاجة عندي مأذون؟ لا لا الحمد لله لا. طب في أي حاجة فيها أوراق رسمية خالص، لا خلع ولا أي حاجة؟ مفيش أي حاجة؟ لا أي حاجة الحمد لله، إحنا بقالنا يعني 13 دي أول مرة؟ آه دي أول أول مرة مرة. تقول الكلام دوت، فهي صالحة آه إن أنت تتوب إلى الله وتنسى وتخرج من قاموسك خالص أي حاجة ليها علاقة بالطلاق، فتوب إلى الله سبحانه وتعالى، قول تبت إلى الله. تبت إلى الله. وعزمت على ألا أعود إلى هذا أبدا. عزمت على ألا أعود لهذا أبدا. والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. أنا خلاص أنت تبت عندها، ما تستخدمش أي لفظ ليه علاقة بالطلاق ولا ليه علاقة بأي حاجة. وأنت تمام كده يعني. وهذا اليمين لم يقع به أي طلاق إن شاء الله. الحمد لله، يعني كده ما فيش يمين ولا حاجة ولا. انت عملت اللي انت قلت ده عليه؟ عملت ايه؟ يعني الحاجه اللي انت قلت عليها حرام اعمله، او انت قلت انت حرام عليا مش كده؟ اه. طب خلاص ان شاء الله ما عليكش حاجه، وربنا سبحانه وتعالى يتوب عليك ويغفر لك ان شاء الله. طب ان شاء الله. الله يخليك يا شيخ، الله ربنا يبارك. الله يعز حضرتك. قبل ما اروح لمحمده في الجيزه خليكي معايا بس، انا شفت انا عملت ايه؟ كل دي تفاصيل لازم نسالها في مساله الطلاق، عشان بس بقول لاخواننا اللي بيحاول يفتي في مسائل الطلاق، واديكم شفتم ليه احنا بنحبذ ان مسائل الطلاق ما تكونش على الهوا، عشان التفاصيل اللي احنا بنسال فيها يطلع تفصيل من كده في شيء من الحرج، يطلع تفصيل من كده محتاج مزيد من التفاصيل اللي ما تتناسبش مع الهوا، وعشان كده بنتعامل مع الطلاق بحذر شديد جدا جدا. معانا من؟ اتفضلي يا محمده، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة حضراتكم طيبين. وحضرتك طيبة يا فندم. بقول لحضرتك جوزي متوفي من حوالي أسبوع. الله يرحمه والبقاء لله، ربنا الله إن شاء الله يخليك. يجعله في فسيح الجنات إن شاء الله. ربنا يبارك لك يا شيخ، الله يبارك لك. اتفضلي يا فندم. ربنا يخليك ويزيد فضلك. دلوقتي بنتي الكبيرة على وشك ولادة يا رب، ربنا يقومها نعم. بالسلامة إن شاء الله. نعم. فهل حرام إن أنا أروح أقعد معاها فترة الولادة دي وأبيت معاها وكده؟ انت بيت بيت الزوجيه مش نفس بيت، مش من نفس بيت اللي بنتك ساكنه فيه. لا. طيب لا ما ينفعش تروحي فيها انت، لكن ينفع تزوريها وتيجي، يعني ينفع ان انت تروحي وعلى المغرب كده تروحي راجعه على البيت تاني، يعني ينفع ان انت تروحي انا اصلا تقعدي رجليا معاها. وجعاني ومش هينفع اروح كل يوم واجي. خلاص روحي يوم بعد يوم. ما هو ما حدش يا شيخ هيخدمها واختها الصغيره لسه صغيره يعني. ليها رب سبحانه وتعالى، الاحكام ديت احكام شرعيه بتجيب البركه على الناس، ان احنا نمتثل امر الله سبحانه وتعالى ويكون كده. عارفه امتى ممكن تخرجي؟ بعد الشر. بعد الشر بعد الشر، ان يكون في خطر عليك، لكن بنتك ان شاء الله تستطيع ان انت تراعيها وتقدمي لها الحكمه وتقدمي لها الرعايه من خلال التليفون. ومع ذلك بقول لك انت ممكن تخرجي، بس اهم حاجه تباتي في بيتك. خلاص، وهو ده معنى العده. معنا السيدة أم محمد من المنوفية، تفضل. السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور؟ نعم وفضل الحمد لله. كل عام وحضرتك بخير. الحمد لله نعم وفضل، الله يبارك حضرتك بخير وبصحة وسلامة. الله يخليك. عندي ثلاث أسئلة حضرتك صغري كده هقول لهم حضرتك. اتفضلي. أول سؤال، الصيغة لما أقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، هل دي أفضل أم أقول نص التشهد؟ ده أول سؤال. نص التشهد الثاني، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. انا الاحسن في دي اللي تجدي قلبك فيه انت، يعني انت تجدي قلبك في اني واحده في الاثنين. ساعات بقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد بنيه تفريج القلوب ودين الحوائج وتحقيق الاماني. يلا توكلي على الله. تاني سؤال حضرتك، انا حلمت بتعبانين اثنين، تعبان اصفر وتعبان ابيض. التعبان الاصفر ده بيلف حواليا في المكان اللي انا فيه مشكله فيه، وده طلع ده ما اذانيش بس رايح جاي قدامي. تاني حاجه التعبان اللي هو التاني، تعبان ابيض طويل قوي كده، ده قرصني بس انا قدرت اتملك منه فموتته، مسكته في ايدي كده خلقته موتته. طيب
وثالث سؤال، لما يكون في ناس قاعدين والناس دي بيجيبوا في سيرتي وبيؤذيني بالكلام، هل ادعي عليهم بايه ان ربنا ينصرني عليهم؟ طيب اقول لحضرتك حاجه، يعني انت عايزاني اقول لك الدعاء اللي يرشق فيهم يجيبهم من الارض؟ ها ايوه حسبي الله ونعم الوكيل، انا ما اعرفش اعمل الحكايه دي، بس حاضر اقول لك حاجه. طيب السؤال الاولاني احنا خلاص جاوبنا عليه، السؤال الثاني بتاع التعابين ده، احنا ليسنا من عدد برنامجنا ان احنا نتكلم في مساله الايه، نتوسع في مساله الايه، الرؤى والاحلام، لكن انا اقول لك قاعده مهمه جدا جدا، احنا عندنا في الكلام عن الرؤى، الرؤيا اما ان تكون بشرى واما ان تكون تحذير. فانت دلوقتي عندك تحذير، يعني واضح ان الحاجه دي ما كانتش حاجه مسعده ليكي، فاذا الرؤيه دي بيشتمل عليها تحذير، فخلي بالك. يبقى المساله ايه؟ خلي بالك. لا، فالمساله دي لازم نتكلم عنها. الحاجه الثانيه، واضح ان انت كمان الجزء اللي بشرى اللي في الرؤيه دي ان ربنا سبحانه وتعالى نجاكي من هذا، فخليكي بالك ان انت لو اقتربتي من الله سبحانه وتعالى هينجيك الله سبحانه وتعالى ويحميكي برعايته سبحانه وتعالى. الحاجه الاخيره بقى، طب ما عندي فكره تانية، طب ما تدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يوسع عليكي ويجنبك المكاره ما ظهر منها وما بطن ويجنبك شر الناس، وبكده ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنك شرهم، وده الاولى، لان انت مظلومه، فانت عندك دعوه مستجابه، فخليكي في الدعوه المستجابه ليكي انت احسن من ان انت تدعي على حد تاني.